بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. الأثر الشفائي للصيام. قام العلماء بدراسة الأثر الشفائي للصوم، خرجوا بنتائج يقينية، وهي أن الصوم هو أفضل وسيلة لمعالجة السموم المتراكمة في الخلايا. فالصوم له تأثيرات مدهشة، فهو يعمل على صيانة خلايا الجسم، ويعتبر الصيام أنجح وسيلة للقضاء على مختلف الأمراض والفيروسات والبكتيريا. ربما نتعجب إذا علمنا أن في دول الغرب مراكز متخصصة تعالج بالصيام فقط، تجد في هذه المراكز كثير من الحالات التي استصعبت على الطب الحديث، ولكن بمجرد أن مارست الصيام تم الشفاء خلال زمن قياسي. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصيام. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سورة البقرة آية 184، والله أعلم.